بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة النفل قسمان دون سنة، هي قسم لا تستنوا له جماعة، عندك ببيت جماعة ذكر سنة جماعة كالرواتب التابعة للفرائض، وشي أو نجاني قبلي وبعدي أو أوانا لم أودها بحزدك، وهي ما تأتي آنفا أو يكلون رؤول الدريم هند شي جماعة ينتدى السنة وشي أو نجا كاين ديك نجي جيجني ونجي باراني ومانك جيران وأوانا رواتب مؤنث بابا ها؟ رواتب دار التأتي جمعني هذه رواتب جمع راتبة جمع مؤنث كل الجمع مؤنث يسن ويسن أربع ركعات قبل عصرين سار ركعات سنة عصرين أو سار وأربعون قبل الظهرين سار فيجني وراني وأربعون بعده سار شفاجني وراني وركعتان بعد مغرب دو ركعات بعد مغرب وندب وصلهما بالفرد هر لدوي سلام الدعو سنة كيبكا سنة كيبكا إما بعد مغربي أدي قبرك تسبيحات قد أوزا ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر المأثور بعد المكتوبة أو ذكر مأسور كلا حزرة والجراية والسنة قال فاج مغربي بكي أو سنة بكي بهندي بل وصل در ناسي هذا كاتوس قبلهما لا واجبك كم؟ در قبلهما ولا قبلهما فيش دورك أتكي وندب وصلهما بالفرد على دو فرزي بكي هذه قال دو إنك التسبيحات تكرد در قيدينيا ولا يفوت فضيلة الوصل أو فضيلتك قطمان وصلا ناروا بإتيانه قبلهما كابر بيش دورك أتى السنة كي سبك الذكرى ذكر مفعول إتيانيا الذكرى ذكرى كي بكى المأثورة كالحزرة والجراية بعد المكتوبة لباش نجي واسم وبعد عشاء ركعتان خفيفتان دو ركعتي قدسك خفيف سريع بكي لباش نجي عشاء وش سنتها وقبلهما لبيج مغرب عشاء وش سنتها بأن إن لم يشتغل بهما عن إزابة المؤذني أجر لوان بو مشغول ندبو يبوان لزاب مؤذني أجر السنة كده كت زاب مؤذني لنا دواء زاب كي بدواء أو زل دواء تماشى كا أجر إمام رادا وستا السنة كي بكا أجر مزار شد نبو ليه قر هذا قر ملايين وش بكا ولا دواء السنة بكا قبلية لدواء فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما أجر وش زاب بانجد دواء بايهندي هبوة تدور كع السنة قبلية بكي فعلهما بكا وإلا أجرنا ملانا إذا كردو زود أي بستا أخرهما تبي خدواي قبل يي اللي دواي بك درستا قبل يي اللي دواي بك مرد بتتسا أوزا بعد يخوي هرهاي ها أول قبل يي وركعتان قبل الصبحين دو ركعة لفيج نجس بيني ويسن تخفيفهما وباشا أبيش بخففي بكي زوج منون خند وابن نجم مغربي. درب ذلك لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة قال في الثالثة لمن شاء والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. باتفاق العلماء. ويسن تخفيفهما وأباشا أو دو ركعتي فاش عشاء بس وشبكي. وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما لركعتي كم قل يا الكافرون بخينا لركعتي دوامين قل والله بخينا لو لحديث لخبر مسلم وغيره شنش حديث إمام مسلم وغيره بلسان هندي هي كوا خوشويست صلى الله عليه وسلم لبيج نجي سبيني دو ركعة سنة كليا لركعتي كم قل يا الكافرون خين ديا لركعتي دوامين قل والله خين ديا وورد أيضا فيهما ديسان حديث الكهية دفرمي ألم نشرح لك وألم ترى كيف ألم نشرح لك صدرك لركعتي كم لركعتي دوم ألم ترى كيف وأن من داوم على قراءتهما فيهما هل يك ألم نشرح وألم ترى كيف لا دو ركعتي سنتي بيج نيش اسميني بخويني زالت عنه علة البواسير خواهي تعالى أو علة تشكى علة تشينا خوش ما يسيري أو شي ليلا دبا في سادة بتوا
من قرأهما بألم وألم لم ير في ذلك اليوم ألم. هذيك أود ركعتي بخيني بألم ألمي يعني ألم نشرح ألم ترى كيف لم ير في ذلك اليوم ألم لو روجي خوا تشي أزيتو إناك. أوزع حديثك دي قد قل يا الكافرون وقل والله يك دي قد ألم نشرح ألم ترى كيف ونبو إذا لي ألم لو دو سورة كي دعية يعني لو بداية نانا دقا بدعية ده ما فيسن الجمع بينهما فيسن الجمع فيهما بينهن وباشا أو صار أنا هل صار بخيني لو دو ركعتي لركعتي كم قل يا الكافرون ألم نشرح بخينا لركعتي دو همينيش قل هو الله ألم ترى كيف هو ببجي هو دو حديث سامكي أو لو ليتحقق الإتيان بالواردي وبمعلومة ببجي حديث سكت كديا أو خسل لشي فيربوي أخذر مما قاله النووي أم لخسي إمام النووي فيربوي ما لسه في إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا أو دعاء بعضك رواد كان دين خوشويست فرميتي أو دعاي بكن إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هندك دين نا فرميتي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا واباشا إمام النووي دري واباشا أتبري اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا وبدق سهود كان لسهود الروايات كان زمع بي ولم يكن بذلك مطولا لهما تطويلا يخرج عن حد السنة والاتباع بهندش بوصار ركعت بوصار سورة خندني نبيت التطويل أما قلت أن سنة كان خفيف بهندش نبيت التطويل لما ترسي تطويلني أول هروش الشيخ ابن حزر واي فرموها كما قاله شيخنا ابن حزر وزياد شيخ ابن حزر وشيخ ابن زياد ابن حزر وزياد ابن تسنية ابن حزر وابن زياد ويندب الالتزاع بينهما وبين الفرد واباشا وشي سنة تكتك قصتو كتش بارده وإصراحات تشبكي أوزن يشبكي ديار حزرد ويكرديا إن لم يؤخرهما عنه أقل دوايا دنكر نما قد هنزلت ويراناقي سنة بكي بيخد دوايا أقل سنة تكتل لفيش داكت براتش باردوا أوز سنة نجيبكا أقل سنة شدي خصت دوايا وباردان ويلوتيا نواجس بنش دتاني ميخد دوايا بابا أدي لنواجس بنش دتاني ما دينار إن لم يؤخرهما عنه بل. إن لم يؤخرهما عنه ظاهر السنيعي أنه قيد لندب الالتزاع أي يندب الالتزاع بين السنة وبين الفرض إن لم يؤخرها عنه فيفيد أنه إذا أخر السنة عن الفرض لا يندب الالتزاع وليس كذلك درواجنية بل يندب الالتزاع مطلقة قدمها عليه أو أخرها عنه كما سرع بذلك في التحفة والنهاية فيمكن جعله قيدا لكون الالتزاع بينه وبين الفرض أي محل كونه يكون كذلك إن لم يؤخر عنه فإن أخره التزع بعد أن يسليهما مع لا بينهما في الرازينيا هدري قلزا ويندب الالتزاع بينهما وبين الفرض إن لم يؤخرهما عنه أجر أجر تأخيرنا كان لبين السنة كوا لبين نواجه برشي باردوا أجر السنة كلا دعائي نذكر هذا كلا دعائي ذكر هنجنا هنجنا نبتبين نراز من شدك ولو غير متحذدين شرني هلا عقب بعند الشون يشكل بمان دي بلوه باردوا تعذوليش إنك اللي بقيدين يا هباردوا أو باردوا والأولى وباشا كونه على الشق الأيمني لسلاء الراس نبي وش قبري فإن لم يرد ذلك أقوت بين ذلك لو عزلينبو بارديوا فصل بنحو كلام قصش دقيقة شوكا أو تحول يمكن شوكا زي خب قوسوا هل رأسا سنة تذكردو الله أكبر دام بستا يعني قصش بكا يمكن زي خب قوسوا يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرد درسته راتبه قبلية بخي دعية وشي دم يدين قوتبا وتكون أداء قضاشني أداء وقد يستنوا هندزار هر سنة التأخير كي كوا كان حضر كابرا حاضر بو والصلاة تقام
أو قام الذكر هي تخرج السنة بكده من وجهك وكل الدعاء قبليه بك والصلاة تقام قد يدي قامت يا ذكر قامت أو قربت إقامتها يا ذدي دو هرستا هرستا أو ذا إقامة أو عز عمره إيش تاني إيش نبوا قال القرآن كي دين هذا قال شق شلي وديني دسي ليه دا دنا هم دزاين هو أو وقت نويشة يا إذا قاموا عادي يبو يعني تق تق لهم كبير جدا إيش تقو قامت نكره بنو ديار ميعادي هندية بحيث لو اشتغل بها يفوته تحرم الإمام أقا السنة كرد بها لقر الله أكبر بإمام رانا دقيش ليه قرر السنة كي مكا فيكره الشروع فيها خرابة دزب السنة بكي أو قوتمان قبلية بيخ دوائية درستا أدي بي بعدية بيخ يبيشوا أو درستا لا تقديم البعدية عليه درستني بعدية بيخ يبيش نويشه لعدم دخول وقتها سنجين نبوه هشتا بعدية هنجي دا بيه تبدوش نويشك ليش نويش نكد يعني وكذا بعد خروج الوقت على الأوزان أي وكذلك لا يجوز تقديم البعدية عليه إذا خرج وقته وأراد أن يقضيه فيلزم فعلها بعد قضائه أقا وقت كشو أتو يستدمج قضاء بكي وسنة بكي دبي السنة قبل يبيش نوجه كي بكي بعد يش دوين نوجه كي بكي لقضاء أشهر بيا والمؤكد من الرواتب عشر لا بلا تقديم البعدية عليه لعدم دخول وقتها وكذا بعد خروج الوقت على الأوجه أقا نوجه شو هروية أتو نبي بعد يبيش نوجه بيخي إلا دبي نوجه بكي أو زي بعد يبكي سلكاتي خوي بتسبسي هريكا خروج الوقت يعني وقت الصلاة وقت نجى الرؤية كسك بري وتعز وقت كير رؤية بعد قبلية وبعدية رقيسية بعدية قبلية وكسقيد يا دري نابي إلا بتابعين نجمي لوقت ما بي أن ما بي هذه بتابعين نجمي والرواتب والمؤكد من الرواتب عشر دن نجى هنا زور خير زور زور ودين الراتبين رواتب مؤكدة وركعتان قبل السبعين دوي بيشني سبيني وزهرين دوي بيشني وراني وبعده دوي دواي نوراني وبعد مغرب دوي باج مغربي وعشاء دوي باج عشاء او انا اكزار اكزار خير الله ما خير ويسن وترون ويترون ويترون اي صلاته بعد العشاء لخبر الوتر حق على كل مسلم وهو افضل من جميع الرواتب لحم الرواتب لحم نجش عادي نجان لحم السنه خير ترى وتر لو للخلاف في وجوبه شون شي مسابي أنا في دلي وازمة أزو ما دم خلاف لوجوبي هبي أي للخبر السابق وغيره من الأخبار كخبر أو تيرو فإن الله ويتر يحب الويترة أدي أزو لبر أوي ويتر زور خيرا وأقل ركعة أقل يقرك أدي يقرك عتب كيد بي وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء أو غيرها باش بي با بيشي أو ركعتي هيسي لي كان نكل بي نجع إشاد كد رأسان يقرك عتيب كد رستا شرنية سنة إلا لفيش كلوي دورك عتيب قال في المجموع وعدنا الكمال ثلاث أقبت بي كمال بي لسيان كم ترنية كمال يكمال نية نقصة وأكمل منه لبي باشتر خمس لدوي سبع حفت لدوي تسع لدوي يازدية وآخرة وأكثر إحدى عشرة ركعة آخر يازدية فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر بنية الوتر تبسي فازدا حفدي بكينان وإنما يفعل الوتر أوتارا وتر دبي إلا تاقبي ولو أحرم بالوتر أقل نية الدابستا قوتد نوية الوتر لله تعالى وإنما حسرك الوتر ها وإنما يفعل الوتر أوتارا معنى إلا أوتارا إلا دبي تاقبي وتر زوتنية وتر زوتنية أجرك عد وتر نابي حفظ دبي نو دبي ولو أحرم بالوتر نيتي وتري هنا ولم ينوي عددا سنة يقول أون ركعته نويت صلاة الوتر لله الله أكبر صح درستا ندوها سنة بك واقتصر على ما شاء منه على الوتر كيف يقول سنة كبابك قال شيخنا وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق عندما قلت أن وتر وشي نفل مطلقة نبني مطلق قوة سنة لو قري من أن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص نبني مطلق برنية ميا فيز ركعة تصار ركعة لو خايدة كم نبني مطلق
بكدو لدعاء ازمان يعني بكشاش يعني نيت اخو بقوري لنفلي مطلق ازمان يعني رناو نيجي درستا او ها قلت يا او وكان بحث بعضهم الحاقه بالنفل المطلق من ان له اذا نوى عددا ان يزيد وينقص قلت تان ميترش عيني او هاها توهمه من ذلك لو قصي بغرت سويني وش تهزم قلت اما قلت ما انسى اما قلت من عاد انا ويت الويتر لله هنجي ما كيف اخوتي سندي دكا قوم انا ما نقول لويتر قبرين يتم يسير كعت عندك كم باب كات بينس اما قلت انا هنابي ها اغنيتي ما مطلقي هنابي اوزا او اوزا وشي نفلي مطلقنيه نفلي مطلق قبري نيتم يدور كعت من جاندا كم كات تصار درس لوي درست لوي درست نفلي مطلق بريدو عندك كم كات تصار بريد صار عندك كم كات شش ماني عنيا بس ويتر اقبري سي عندك من نبي بكي بينز الا نف نواتر دبي مطلق بي او زي لو قسم مطلق ما وان بغرد سوينا درين والله ويتر جوشي نبلي مطلق قال شيخنا شيخ بن حزر قوتيتي وكان بحث بعضهم بعضك بحث يان كرديا تيان قوتيا الحاقه بالنفل المطلق قوتي لان ويتر وشي نبلي مطلقه لا تشتري وشي ويا من ان له اذا نوى عددا ان يزيد وينقص او لا تغرد بوين او توهمه من ذلك لو قصي بغرد سوين كما قوتمان ولو احرم بالوتري ولم ينوي عددا صح واقتصر على ما شاء منه على الاوزع وهو غلط صريح او غلطه توهم شي غلطه نيتك لا توقت شي غرما كون هر وقت لنا ونجي دورك علاش تنك بوسي بابردا كمسي او نيت يدوي هنا هو هشتان نشتان دو تاو نبو قلت لك ما تصارش قيد يا ماني عني لما نو يجب يعني باش دور ركعتك كيف تفرقينيا لا لا اخر قبل دو عندك لو قرا استو لو سي او بغلطيه ونابي دبي هشتان تينا فقربي لو دي نيتي هنا دبي تينا فقربي وقوله ان في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك او زعق لي او غلطك او غلطينا كل دليل لقصي غزالية لفو إمام فوراني جرايتوا اللي ورد جيري كوابي تريش درس بيوشي نفلي مطلق زيدي ونقصاني بين يسري أو وهم أيلا أو شي هر غرطة أرو شي قصكي غرط بو دليل كشي هر غرطة كما يعلم من البسيتي هل خد برون البسيتي إمام غزالي ديار إمام غزالي وين قوتيا ويزري ذلك أو قصي كوتمان كوتمان نقصاني غان النبي بكي يقرأت نيتي تواوت هنا في من أحرم بسنة الظهر الأربع أربعي نيتي هنا قوتي حرصة ركعتي سنة نوراني بكو ذكا بنية الوصلي وشي نجي نوراني درستا بنية الوصلي يعني سلامين ذاتو سلامين ذاتو تحياتي بخينو هستي ودولي لكم كاف سلامين ذاتو فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين لذا نيتي خب قوري نبي نبي هو راتبه يخو نفلي مطلق نيا لنفلي مطلق قوتان بكيف يخويتي وإن نواه قبل النقص باني يتيشي بو بي فيشي نقصان يكي هدرز نيا لا ركعتي يكم يندوم قبل النقص أي قبل أن يسلم بالفعل فيشي سلام دانوي باني يتكش إيش لنا ونجيب هدرز نيا خلافا لمن وهم فيه أيضا دي سان إيه كشي لكبه وهم سوى قوتيتي درستا انت اقصي ابن حزر خلاص ويجوز لمن زاد على ركعتين اقا كابرا اقويتري كل ركعتة شفتر سيكد بنزيكد الفصل بين كل ركعتين بسلامي زود زود بكاو سلام داتو زود تشبكاو سلام داتو زود تشبكاو سلام داتو او زور باشا ايك اقدمين الدعاء اجبتن دكا وهو افضل من الوصلي لوصلي خير ترى وصلك كوبي بتشهدي همو همو بيك تحياتي بكا او تشهديني يعني بدو تحياتي بكا في الركعتين الاخيرتين لدو ركعتي اخيري اقدو تحيات بي لدو ركعتي اخيري مصير حد ركعتنا كرد ششان بكا بيكا وتحياتي ناوان دي بخينا او زاري حبت منك بخينا تحياتي اخيري رسلا بنا او وصل بدو نوعان دبي يعني بيك تشهدي همو همو يعني بدو تشهدان لأخيرتين تشهدي اقل ياك قلبي بس ابي اخيري دبي اخيري طبعا اديكو ولا يجوز الوصل باكثر من تشهدين لدو تشهدان زياتر بوصل بكيدرسنيا والوصل خلاف الاولى وصل ايش شي باشنيا
فيما عدا الثلاث الا للصيام. اقصيت بك وكرت او الخلاف الاولى شخراترا وفيها مكروه صيام بكي سي بيكو مكروهه وصلي بالصيام خراب اقصيت بخلاف او عندي كخلاف الاولى يعني خراب نيا نباش نخرابه او باش ترنكي اوها بس مكروه خراتر لخلاف الاولاي هر خرابه خرابه وشنو يجي مغرب الراس بسير بيتري بكي لولي النهي عنه في خبري لا تشبه البيتري بالصلاة المغربي لولي البيتري وشنو يجي مغرب مكر. ويسن لمن اوتر بثلاث او يكسر ركعت عندك سبري ان يقرا في الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه قل يا ايها الكافرون أودو وفي الثالثة لركعة السيام الإخلاص والمعوذتين قل هو الله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أو هباشا للاتباع اسمك في غمبه صلى الله عليه وسلم أو أيكن يام. فلو أوتر بأكثر من ثلاث أدي أقر بينزي كد حفتي كد فيسن له ذلك في الثلاثة الأخيرة دي سن لسير ركعة أخيري أو هبك باشا كنجي انفصل عما قبلها اجر فصلك فصل لما قبلي بتنكل يعني او سي بتنكل لو انا في شان سلامي دابو او سي بتنكل كما نقول باوها بكا والا هدي اجا حمول حمي بيك وكر وصل بو فلا عندي او ترتيبي بانك اخوي سورتك عندي بخيني كما أفتى به البلخيني. ولمن أوتر بأكثر من ثلاث أقل السير ركعتي في تركي سبخيني باشا قراءة الإخلاص في أوليه لدو ركعتي أولي قل والله يبخيني ركعتي كم قل والله لدو ومها قل والله فصلة أو وسلة أو زي فصلة بك يا وصلة بك تسندي هبي ما دام الزور لسي زياتر بي لدو أولي قل والله يبخينا وأن يقول بعد الوتري دواي ويتري وشي سلام داو سيزار امبري سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان القدوس ربنا الملائكه والروح يوم رمضان اندرين اويا ويرفع صوته بالثالثه دون جخوش برسكه وقيم بري ثم يقول او زار امبري اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك برزا من ديتو لغزبتو خدا بارزم وبمعافاتك من عقوبتك بعفيتو لعقوب ازارتو وبك منك عرب واسطيتو لعذابتو خدا بارزم لا احصي ثناء عليك ام كبيم ذكر ما تأتوبكم يا ربنا انت كما اثنيت على نفسك اتوم بخو ما تأخذك ديابا من ناكريا وقت الوتري كاتكيسيا او كما كافك لو كما اثنيت على نفسك رو تشبيه يعني وش أتو كما تأخذ كدي أو هبه من ناكل ووقت الوتري كالتراويح بين صلاة العشاء باش نجع عشاء ولو بعد المغرب في جمع التقديم ولو باش مغرب بلا جمع التقديم جمع التقديم عشاء بينك من المغرب في جمع التقديم هناك مغرب هذا كيف عشاء هذا أو زي لدوي لخوي تربك حتى كنجي وطلوع الفجر ولو خرج الوقت أقا وقتك الروي لم يجوز قضاؤها قبل العشاء دي سان راوستا تا عشاء دكي أو زأيبك كالرواتب البعدية دي مدينة من قراتي البعدية شهروية أو شهروية خلافا لما رزعه بعضهم خلاف لو عندك دين أقا نويش سو نوجع عشاء أو زاربش عشاء ويتريبك درستا ولو بان بطلان عشائه بعد فعل الوتري نجي ويتريت كرد لدى معلوم بن يجع عشاء كد قبور نيا أو التراويح يعني تراويح كرد زاني نجع عشاء دروس نيا تكبيري وانسيا أو أنا بغير عشاء نبي أو نجنينا وقع نفلا مطلقا ده من نفل مطلق ما نقتلش نجع عشاء كد كرد وابش أو نبكي وزاع ناسي نبي تخيره وزنبي